خدنا نوعين من الكونفيرجن في الالكتريكال، خلنا كيف نعمل كونفيرجن من اي سي لدي سي، عرفنا كيف نعمل كونفيرجن من دي سي لدي سي ليفل. في نوع من انواع الكونفيرجن الجديد حنتعلم عليه، نتعرف عليه، انه كيف نحول الدي سي الموجود عندنا لاي سي. هذا بنسميه يا اما دي سي تو اي سي كونفرتر، او بنسميه انفرتر، او في ناس بسموه فولتج سورس انفرتر. هاي كلها اسماء واحدة نعتبرها. السويتشد مود دي سي تو اي سي انفرتر هم مينلي ان احنا كميكاترونكس انجينير نحتاجهم كثير في عملية الاي سي موتور درايف. كيف نتحكم بالسبيد سينكرونس موتور؟ سألناكم كيف نتحكم بالسبيد سينكرونس موتور. الطريقة الوحيدة اللي احنا ممكن نتحكم فيها السبيد سينكرونس موتور هو عن طريق الفريكوانسي للانبوت. طب اذا ما كان، اذا كنت انا شابكه مباشرة على الجريد، الفريكوانسي تاع الجريد عندي ثابت 50 هرتز او 60 هرتز حسب الدولة، فانا لازم اشبكه عن طريق انفيرت. فاي سينكرونس موتور حتشوفه او حتى اندكشن موتور حتشوفه موجود عنده في مصنع حيكون في معه انفيرتر، يكون في معه انفيرتر. هدف الانفيرتر نعمل كنترول السبيد تاع الموتور، نحول دي سي لاي سي. الاوتبوت الاي سي كون هو ناتج عن عمليه كونفرجن، انا بقدر اتحكم بالفريكوانسي، بقدر اتحكم بالامبليتود، كمان بقدر اتحكم بالفيز، بقدر اتحكم كمان بالفيز. بالتالي الاوتبوت الاي سي سايد انا ممكن اشغله على فريكوانسي 51 52 53 100 انصون حسب السبيد اللي انا بدي اياها للسيكونس موتور. بيستعمل في شيء بنسميه ان انتربتد باور سبلاي. الان انتربتد باور سبلاي هذا ممكن تتعرف عليه انت في 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 الشغل او اذا مر عليكم من قبل، اي دونت نو. وهذا ديفايس بينشبك على الالكتريسيتي، هو عباره عن باتريز. هاي الباتري او الباتري بانك طالما في عندنا الالكتريسيتي هي عم تشحن. هلا صار في عندنا فولت معين في الالكتريسيتي، انقطاع في الكهرباء نتيجه خلل معين، اما انقطاع مثلا من الشركه نفسها او انقطاع من نتيجه خلل موجود عندنا داخل المنشاه، بيشتغل ان انتربتد باور سبلاي از ا باك اب، بزودك في انرجي، بزودك في الكتريسيتي عن طريق باتري بانك. احنا عملنا ستورج للانرجي داخل باتري بانك، بعد هيك بنحول الاوتبوت الانرجي من دي سي تاع البطاري لاي سي عشان نغذي فيها المنشاه. بس اغلب الاحيان الانتربت باور سبلاي هو ما بيستعمل لكل المنشاه مثلا، لا هو بيستعمل لبعض الاجهزه اللي بكون في عليها امرجنسي انه تعمل تيرن اوف مباشر، عليها إمرجنسي إنها تعمل تيرن أوف مباشر. يعني إن شغل منشأة صناعية كاملة على باتري بانك شيء صعب، يعني إن كان ولا بد مثلا في المنشآت الكبيرة مثلا في المستشفيات مثلا بتلاقي أجهزة مثلا مثلا تخطيط القلب أو something like this هي موجود محاً interrupted power supply، عشان إذا صار ما صار انقطاع في الكهرباء يضل شغال الجهاز. طبعا إذا نشأ والمنشأة كاملة هي كمستشفى مثلا، وبكون مشبوك كمان على باك اب ديزل جنريتر. الباتريز ما بيشغلوا مستشفى كامله، بس بتكون المستشفى شغاله مثلا على ديزل جنريتر حال انه صار في عندنا انقطاع في الكهرباء. الابلكيشن الثاني اللي ممكن انت كميكاترونكس تشتغل فيه وممكن لا، اللي هو في الوضع الحالي وفي عندنا الرينوبل انرجي سورس. رينوبل انرجي سورسز هاي او الانرجي خلينا نحكي هي ترند في الوقت الحالي. يعني البي في سيستم الموجود عندنا مثلا في الجامعه هو كسولار سيستم كبي في بانل، الاوتبوت من البانل هو عباره عن دي سي، دي سي كارنت اند دي سي فولتج. كيف تضل الدي سي كارنت مع الدي سي فولتج؟ احنا بدنا نشبككم على الجريد او
ان نشبككم على المباني نزود كهرباء. الكمبيوتر الموجود عندك في البيت هو صح بيشتغل على دي سي بس انترنالي، بس البلوك تبعه بده اي سي في باور سبلاي، الاوتبوت للباور سبلاي دي سي، بس انت مستحيل تقدر تشبك الكمبيوتر الموجود عندك مباشره على البي في بانل، انت لازم تشبك عن طريق اي سي، بدك 220 فولت. ارى مس عندنا في الاردن. فالبي في بانلز تنشبك على انفرتر، سواء كان السيستم موجود عندنا هو ستاند الون، يعني بكون مش مشبوك على جريد مثلا في منطقه بعيده ما معزول عن شبكه الكهرباء فيها availability للإلكتريسيتي، ممكن تشبك انت بي في بانلز تزود المنطقه في الإلكتريسيتي، فانت بحاجه انفرترز مش لسبب، لانه اغلب الابليانسز الموجوده عندك هي البلاك تبعها باخذ اي سي، حتى لو كانت انترنالي فيها دي سي بس ستيل المانفاكتشر ما بصنع لك كمبيوتر بيشبك مباشر على دي سي بس. الان البوينت توربين هو بيعمل لها جنريشن لاي سي، بس هذا الاي سي بيتغير بالفريكوانسي، بيتغير في الامبليتيود، فانا كيف بدي اشبكه على الجريد؟ ما بزبط، فلازم احوله للدي سي بعدين احوله لاي سي مره ثانيه عشان اقدر اشبكه عن طريق انا على الجريد، بحيث اني احصل على فريكوانسي وفيز امبليتيود مشابهه للفيز والامبليتيود والفريكوانسي الموجودين عندي على الجريد، عشان اقدر انا اشبك تو سبلاي مع بعض، تو سورسز مع بعض هيكون. استعمالات الانفرتر كثيره، فهذا واحد من انواع الاستعمالات هو الاي سي موتور، نعمل دراج للاي سي موتور. هلا في اغلب الاحيان عشان نعمل دراج للاي سي موتور احنا عندنا الانبوت والباور جاي من اليوتيليتي جريد، فهي اما 60 هرتز او 50 هرتز حسب الدوله. كيف انا بدي احولها لاي سي فورم او اي سي ساين ويف على فريكوانسي ثاني؟ بستعمل انا ارخص انواع الريكتيفاير، هو دايود ريكتيفاير، ممكن يكون سنجل فيز ممكن يكون ثري فيز حسب السبلاي الموجود عندنا وحسب الباور ليفل، بحصل على دي سي بس، هذا الدي سي فولتج الموجود عندي، بعد هيك انا بحوله عن طريق الانفرتر لاي سي. هذا الكونفيجريشن فيه من مساوئ، فيه مساوئ هذا الكونفيجريشن. المساوئ انه انا اذا عملت موتورينج تاو بوزيتيف، خلينا نحكي مثلا فالموتور شغال بالفورورد موتورينج، ما عندي مشكله، الباور فلو بكون من الجريد اتجاه الموتور. هلا اذا انا صرت اعمل للموتور بريكنج تاو نيجاتيف اعطيته، هون كان عندنا تاو بوزيتيف هون اعطيناه تاو نيجاتيف، طبعا مع اوميجا هون نعتبر السبيد هي بوزيتيف. الآن إذا أعطيته أنا تاو نيجاتيف، الباور فلو حصير بهذا الاتجاه من الموتور، يصير الموتور شغال أز جنريتر، يصير من الموتور باتجاه الجريد. لا هون في عندنا مشكلة، إنه عندنا الدايد ريكتيفاير ما حيسمح. الدايد ريكتيفاير هو يوني دايركشنال، الباور فلو يوني دايركشنال فيها، تكون من الاي سي للدي سي، ما حيسمح الباور فلو من الدي سي للاي سي. فهذا شو حيعمل؟ دي سي بس الفولتج موجود عنده مثلا بدل ما هو 400 بصير يرتفع يزيد. هذا من مساوئ. هلا بالمصانع حتى بتصنيع الانفرترز هذا الموجود عندنا هون، ومرات ما بكون انفرتر، بكون انفرتر مضاف له شيء اضافي زي هيك ريزيستر مع سويتش، هذا السويتش طبعا هو بكون موسفيت او بي جي تيز اي جي بي تيز، هذا بنسميها bleeding resistor. هاي بيكون هدفها اذا انا عندي الدي سي بس بدي ارتفع فوق ليفل معين، انا بصير اعمل باور فلو داخل، يعني الباور اللي راجع من الموتور بهذا الاتجاه وما حيقدر يروح على الجريد، حنعمل له dissipation في الريزيستر عشان الدي سي بس عندي ما يرتفع فوق 400 فولت مثلا او 600 فولت حسب الابلكيشن الموجود عندي. هلا في alternative لهذا الشيء، انه بدل ما استعمل دايود ريكتيفاير استعمل شيء بنسميه باك تو باك كونفرتر. الباك تو باك كونفرتر هو انفرتر، بس هذا الانفرتر اللي على الانبوت انا بستعمل انفرتر، هذا الانفرتر حنشوف
بس نيجي عليه لقدام شو الكونفيجريشن للانفيرتر. هو بيكون عندنا بي اي جي بي تيز او موسفيت وفيو بارلل معه مثلا انتي بارلل دايود. هو قادر يعمل باور فلو بالباي دايركشن بالفورورد بهذا الاتجاه هيكون شغال باك. ليش يسمون باك تو باك؟ لانه هذا الانفيرتر الاولاني بهذا الاتجاه بيكون شغال از ريكتيفاير، بهذا الاتجاه بيكون شغال از، اذا كان الباور فلو بهذا الاتجاه بيكون شغال از ان انفيرتر. بالعكس هنا بهذا الاتجاه هو بيكون شغال از ان انفيرتر، واذا كان الباور فلو بهذا الاتجاه بيكون شغال از ريكتيفاير. فبحاله ان انا عم بعمل اللي المفروض انه عندنا الاوميجا بوزيتيف، انا عم بعمل موتورينج بعطي بوزيتيف تاو، فان الباور فلو حيكون من الريكتيفاير الاولاني ريكتيفيكيشن بعدين عن طريق الانفرتر للموتور. بينما اذا كانت انا عندي تاو اعطيته تاو نيجاتيف، الان الباور فلو حيكون عن طريق ريكتيفيكيشن من الموتور من الانفرتر الاولاني، وهنا حنكمل عن طريق انفيرجن من ال من الانفرتر الموجود عندي على الجريد. هذا مش دائما انا مسموح لي استعمله. ليش؟ لانه هنا انا برجع باور على الجريد، انا برجع باور على الجريد. اول شيء مش دائما انا مسموح لي استعمله. الشغله الثانيه عمليه الكونفرجن، عمليه الكنترول للانفرتر شوي هون بتكون اعقد، لانه انا لازم احصل الاوتبوت تبع الانفرتر يكون شغالين في الانفرتر دايركشن. الاوتبوت لازم له لازم يكون هو سينكرونايزد مع الجريد. شنو سينكرونايزد؟ له نفس الفريكوانسي، نفس الامبليتود، نفس الفيز، نفس الافيز والفريكوانسي والامبليتود. يعني انا 60 هرتز ما ينفعش يكون واحد 61 هرتز أو 60.2 أو 60.3، لا 60 60 لازم تكون. الآن الفيز ديلي 0 0، فيز ديلي 20 20 لازم يكونوا مع بعض، فيز A وفيز B وفيز C. إذا كان 3 فيز الفيز يكونوا اللي جايين من الانفرتر والجايين من الجريد سينكرونايزد ماشيين مع بعض، والامبليتيود كمان. ففي الدرايف للموتور في أغلب الأحيان احنا نستعمل الكونفيجريشن الأولاني طبعا بإضافة البليدنج ريزيستر، أو هذه البليدنج ريزستر كثير احيانا هي بتكون اوريدي موجوده في مثلا لما تيجي لشركه سميكرون يوم يصنعوا الانفرترز او الاي بي بي، كثير احيانا بيكون في عندهم داخل الهاوسينج الانفرتر الثري فيز انفرتر في ضايفين البليدنج ريزستر، او للسنجل فيز انفرتر ضايفين البليدنج ريزستنس. فالفولتج سورس انفيرتر لا ممكن يكون هو سينجل فيز، الاوتبوت تبعه يكون سينجل فيز، فاحنا ممكن يكون الاوتبوت تبعه سينجل فيز، ممكن يكون ثري فيز. هذا الموست كومن. هذا في غير هيك؟ في، انت ممكن تحصل 6 فيزز، ممكن تحصل 12 فيزز، بس الاكثر شيوعا سينجل فيز و 3 فيز. الاكثر شيوعا هو سينجل فيز و 3 فيز. الابلكيشن لل 6 فيزز ولل 12 فيزز يعني قليله جدا. هلا من ناحيه هذا، من ناحيه الاوتبوت نيتشر للاوتبوت الاي سي اوتبوت والفوان سينجل فيز او 3 فيز. هلا احنا بنعرف انه الانفرتر حنيجي عليه حيكون داخله مجموعه من السويتشز. كيف انا بتحكم بالسويتشز؟ هلا بالدي سي تو دي سي كونفرتر تعلمنا طريقه كانت هي البولس فولت موديليشن. هلا هون في الانفرتر في عندنا ثلاث انواع من السويتشنج سكيم، هنسميه سويتشنج سكيم. ثلاث انواع من السويتشنج سكيم: البولس فولت موديليتد انفرتر بي دبليو ام بيعتمد على بولس فولت موديليشن، هو الجول تاع الانفرتر انه هو دائما انه يتحكم بالماجنتيود والفريكوانسي لل AC output voltage. لا، يوم اخذنا البلس ووت موديليشن الموجود عندنا كان في الدي سي، لو احط لو طلعنا له الافرج، لو طلعنا له الافرج كان عندنا البلس ووت موديليشن موجود حوالينا، عملنا له فارير اناليسيس كانت موجوده عندنا
كان يكون عندنا في دي سي كومبوننت بلس هارمونكس، اول هارمونكس موجود عندنا على السويتشنج فريكوانسي. اوكي هلا اذا استعملنا البالس مودوليشن بالانفرتر حنشوف نتعلم الطريقه كيف حيكون. اذا عملنا فورير اناليسيس للبالس مودوليشن حيكون الدي سي عندنا ايكوال لزيرو، الدي سي ايكوال لزيرو. حيكون عندنا عند الفاندمنتال في عندنا هارمونكس او في عندنا فاندمنتال كومبوننت، خلينا نحكي هاي بتكون على اللو فريكوانسي، وبعد هيك احنا بنروح عند الهاي فريكوانسي من مضاعفات السويتشنج فريكوانسي حيكون في عندنا هارمونكس، حيكون في عندنا هارمونكس. فهذه موجوده على الهاي فريكوانسي نسميها، هاي موجوده على اللو فريكوانسي فاندمنتال كومبوننت 50 هرتز 60 هرتز اند سو اون. هاي السويتشنج فريكوانسي ممكن تكون 20 كيلو اند سو اون. هذه أول طريقة إحنا ممكن نعمل فيها عن طريقها كنترول. هنتعلم كيف عن طريق البالس ويت موديليشن نستعمل البالس ويت موديليشن اللي استعملناه في عملية جنريشن للدي سي أوتبوت، كيف إحنا نستعمله في عملية جنريشن للإي سي ويفوت. الاختلاف حيكون في الكونفيجريشن للبالس ويت موديليشن، هو حيكون مشابه، هو عبارة عن مقارنة ما بين تو سيجنال. هنتعلمها قريبا إن شاء الله. الطريقة الثانية إنه أنا بتعامل مع شيء بنسميه سكوير ويف. السكوير ويف بيقولك إنه أنا على الأوتبوت، على الأوتبوت بالـ AC side أنا عندي الانبوت DC، لو على الأوتبوت تاع الـ AC side أنا حصلت على شيء زي هيك شكله V some voltage some DC voltage و some DC voltage square wave minus VD. هذا السكوير ويف الفاندمنتال إله هي عبارة عن ساين ويف. شيء؟ فأنا يكون في عندي فاندمنتال ساين ويف. فاندمنتال ساين ويف. وهارمونكس بس بيختلف عن البالس ويت موديليشن إنه أنا هنشوف انه الهارمونكس حيكونوا عندي على اللو فريكوانسي، حيكونوا قريبين من الفاندمنتال. مثلا احنا بالسكوير ويف حيكون في عندنا الفاندمنتال مثلا 50 هرتز، حيكون في عندنا ثيرد هارمونكس 150 هرتز. هلا من مساوئ الكونفجريشن هذا مش بس الهارمونكس، انه انا بقدر اتحكم بالفريكوانسي تاع الاوتبوت عن طريق اني اتحكم بالفريكوانسي تاع السكوير ويف، بس ما بقدر اتحكم بالامبلتيود. الامبليتيود حتكون ثابته بالنسبه لي. من حسناته هذا الكونفيجريشن انه ما في عندنا سويتشنج فريكوانسي عالي. اذا كان انا عندي الاي جي بي تيز او الماسفت في هاي باور ما بنقدر احنا نشغله على فيري هاي سويتشنج فريكوانسي او على هاي سويتشنج فريكوانسي. حنشوف انه الاوتبوت فولتج اللي نحصله من السكوير ويف هو الماكسيمم فولتج ممكن نحصله عن طريق الانفرتر، والماكسيمم فولتج ممكن نحصله عن الانفرتر. هلا الفاندمنتال كومبوننت اللي انا عملها جنريشن للساين ويف اللي انا بدي اياها عن طريق السكوير ويف الفريكوانسي لها بكون ذا سيم از ذا فريكوانسي اوف ذا سكوير ويف. اذا انا جبت سكوير ويف على 50 هرتز بحصل على الفاندمنتال 50 هرتز، جبت سكوير ويف على 60 هرتز بحصل على 60 هرتز فولتج. عشان هيك سميناه سكوير ويف انفرتر. الاوتبوت تاع الاي سي سايد لو احنا شبكناه على سكوب بكون شكله سكوير ويف. في نوع ثالث يمكن ما نتطرق له نشرحه او نشرحه بطريقه سريعه بس ما نطالب يكون فيه، هو بيكون خاص بالسنجل فيز. النوعين الاولانيات ممكن يستعملوا في السنجل فيز، ممكن يستعملوا بالثري فيز. هلا خاص بالسنجل فيز انفرتر هذا هو بيدمج ما بين البالس ويت مودوليشن والسكوير ويف. لا هذا الكونفيجريشن انه انا بستعمل almost شبيه بالسكوير ويف، بس انا بعمل كانسليشن لمجموعه من الهارمونكس. مثلا ممكن انا اعمل كانسليشن للثيرد هارمونكس بعمليه ديزاين معينه، هنشوفها كيف. ما حندخل يعني نورجيكم اياها بشكل عام كيف هي شكلها. بعمليه ديزاين معينه باراميتر معين انا اعمل له ديزاين بالسكوير ويف، بدل ما انا عندي سكوير ويف بخلي الموديليت سيجنال بدل ما هي سكوير ويف بخليها فيها تايم زيرو، الانفرتر فيها مو شغال، بعدين عندي تايم في دي، بعدين تايم الانفرتر مو شغال، بعدين تايم انا عندي ثاني
ماينس في دي، والانفرتر بعدين يكون شغال. هلا بالتحكم بهاي الانترفال موجودة عندي، طبعا هي دول حيكونوا هم متساويين يعني بنهاية المطاف. بالتحكم بالانترفال الموجودة عندي انا ممكن اتخلص من مجموعة من الهارمونكس الموجودين عندي، فانا ممكن اتخلص من اللو فريكوانسي هارمونكس، ممكن اتخلص من اللو فريكوانسي هارمونكس. فنيجي على اول انواع اول شيء خلينا نحكي عن البيسك كونسبت للسويتشينج للانفرتر. لو كان عندنا مثلا انفرتر سنجل فيز انفرتر، خلينا ناخذ ابسط انواع السنجل فيز انفرتر اللي هو بسموه وان ليج، بكون فيها تو سويتشز، هذا السويتش الاولاني وهذا السويتش الثاني، طبعا معهم انتي بارلل دايود، معهم انتي بارلل دايود. لا كانفرتر مين حيكون شغال انا عندي، الدايود ولا السويتش هذا اللي بهمني؟ هلا زي ما حكينا السويتش بوجود السهم هذا الموجود عندي على الهيد، فهو الدايركشن للكرنت فلو. السويتش باخذ كرنت بوزيتيف ما باخذ كرنت نيجاتيف بهذا الاتجاه طبعا. فالان لو كان انا عندي السويتش اون تي اي بلس اون، إذا كان الفولتج باتجاه اللود بوزيتيف، طبعا كيف الاتجاه اللود هو بوزيتيف؟ احنا عندنا الاوتبوت فولتج حيكون الفاندمنتال كومبوننت ساين ويف. هلا الكرنت حيكون كمان ساين ويف فاندمنتال، بس حيكون فيه فيز شيفت حسب نوع اللود. انا عندي اندكتيف لود اور كاباسيتيف لود، في عندنا باور فاكتور ليدنج او لاجنج، حيكون الكرنت زي هيك شكله. الان لو كان انا عندي بوزيتيف فولتج في المنطقه هاي، positive voltage مع positive current، أنا عندي الـ output voltage positive من sine wave جاي والcurrent flow بهذا الاتجاه positive، فبهاي الحالة أنا الcurrent عندي بيعمل flow من خلال switch TA plus. الدايد ما حياخذ current positive بهذا الاتجاه، ماشي؟ فأنا بالانترفال هاي اللي بيكون عندي شغال هون TA plus هو حاليا يعمل passing للcurrent، هو راح يعمل passing للكرنت. هلا اذا كان انا عندي الكرنت نيجاتيف والاوتبوت فولتج بوزيتيف، البوزيتيف معناته انا عندي الابر سويتش هو الشغال، بس انا عندي الكرنت بهذا الاتجاه نيجاتيف، الكرنت النيجاتيف ما حيعمل باس من خلال السويتش، حيعمل باس من وين؟ خلال الدايود. فهون انا بكون عندي الدايود اللي شغال، دايود A بلس اللي شغال عندي. بالمقابل إذا كان عندي الأوتبوت فولتج نيجاتيف، والكرنت نيجاتيف، المنطقة هذه هي الأوتبوت فولتج نيجاتيف والكرنت نيجاتيف، بهذا الاتجاه الكرنت، الاوتبوت فولتج نيجاتيف، يعني انا عندي السويتش التحتاني هو شغال اون، كان انا اشبكه على النيجاتيف تيرمينال من الدي سي فولتج، فحيكون الشغال عندي تي اي بلس بارلل مع الدي اي ماينس، بس انا الكرنت عندي بهذا الاتجاه فحيعمل فلو من خلال السويتش. بهاي الانترفال بكون عندي شغال التي اي ماينس هو اللي حيعمل فلو للكرنت. لو كان انا عندي الكرنت بوزيتيف كان انا عندي كانت بوزيتيف الانترفال هاي، انا عندي بوزيتيف كانت مع نيجاتيف فولتج، بوزيتيف كانت بهذا الاتجاه السويتش ما حياخذ كانت بهذا الاتجاه، فالكانت حيعمل فلو من خلال دي اي ماينس، هذا حيكون من الدي اي ماينس. فبالتالي في الانترفال او خلينا نعمله از كوادرانت، في الكوادرانت الاول لما يكون عندنا الاوتبوت فولتج بوزيتيف والكرنت بوزيتيف حكون شغال از ان انفرتر، والفلو بكون من السويتش الابر سويتش تي اي بلس اللي مشبوك على الفي دي عشان نحصل على الاوتبوت فولتج مثلا بين النقطه هاي الفي اي او مثلا بوزيتيف فولتج الفي اي او بكون بهاي الانترفل بكون هو ايكوال للفي دي على 2 بوزيتيف.
طبعا الفاندمنتال له حتكون ساين ويف. الان الانترفال الثاني لو كان انا عندي الكرنت نيجاتيف، الكرنت نيجاتيف والفولتج بوزيتيف، انا بكون شغال ازان ريكتيفاير لانه الدايود حيكون شغال عندي هنا. الدايود الدي البوزيتيف حيكون شغال، دي اي بلس حيكون شغال عشان احصل على الاوتبوت فولتج يكون في دي على 2، بس الكرنت يكون باتجاه من اللود باتجاه النيجاتيف كرنت، حيكون نيجاتيف كرنت. هلا الانترفال بعد هيك انا اذا كان عندي الاثنين نيجاتيف، الفولتج نيجاتيف والكرنت نيجاتيف، انا بكون شغال من البوتوم سويتش تي اي بلس، حيكون هو تي اي ماينس سوري هو اللي حيكون شغال. الانترفال بعد هيك اذا كان انا عندي الفولتج نيجاتيف بس الكرنت بوزيتيف، بهي الحاله ايش بكون شغال؟ بالريكتيفيكيشن، وبكون شغال عندي هو دي اي ماينس. هلا هذا البورشن اللي بكون فيه الكرنت نيجاتيف مثلا مع بوزيتيف فولتج او بوزيتيف نيجاتيف فولتج مع بوزيتيف كرنت، بكون عندنا ريكتيفيكيشن شغال. بس بهاي الحاله انا مش بحاجه للبليدنج ريزيستنس لانه انا بشتغل فور سمول تايم از ريكتيفيكيشن، وبشتغل باقي التايم از انفيرجن. فانا لو صار عندي باور فلو على الكابستر، لا برجع بصير عندنا باور فلو بالاتجاه اللود مره ثانيه. انا احتجت للبليدنج ريزيستنس يوم كنت انا بعمل درايفنج للموتور، لانه يعني عمليه البريكنج لما اعطيه تاو نيجاتيف ممكن تاخذ تايم، ممكن تاخذ سكندز، ممكن تاخذ مينتس، ممكن تاخذ انصون. فهاي بتعمل لي ارتفاع في الدي سي بس فولتج اللي ممكن يؤدي الى انفجار حتى الكابستر. الان نتعرف على انواع اللي كيف انا بدي اتحكم بهذا السويتش عشان احصل انا الساين ويف الموجود عندي. اول نوع هنتعرف عليه هو البولس ويدث موديليشن. البولس ويدث موديليشن سكيم هو شبيه بالبولس ويدث موديليشن اللي تعلمناه احنا في الدايود سوري في الدي سي تو دي سي كونفرتر. الاختلاف جاي من شيئين. الشيء الاول انه انا عندي الكارير كان عندي ساوتوث، كان كيف شكله ساوتوث؟ في رام بوزيتيف سلوب، ما في نيجاتيف سلوب، ومباشره هو بنزل للزيرو. الان لا، انا عندي بوزيتيف سلوب نيجاتيف سلوب بوزيتيف سلوب نيجاتيف سلوب، هذا بنسميه رام. الترايانجولر ويف فورم بروح من صمت ماينس بيك لبيك. من ماينس بيك لبيك كان بالدي سي يروح بين زيرو وماينس زيرو. هلا الشغله الثانيه ضروري ان انتبه لها انه انا الفي كنترول كانت في الدي سي عباره عن ثابت، هي تعبر لي على ديوتي سايكل، الان هي ساين ويف بلي فريكوانسي، لها فريكوانسي ذا سيم از ذا فريكوانسي اوف ذا فاندمنتال كومبوننت. بدي 50 هرتز بعمل ساين ويف على 50 هرتز، طبعا بكون الفولتج تبعها اقل من الفي تراي، البيك تبعها اقل من الفي في تراي بيك. فيعني مثلا لو كانت عندنا الفي تراي 5 فولت بيك، انا بقدر اعمل جنريشن ل 5 فولت ماكسيمم ساين ويف. يعني هي بتكون لو باور، عشان هيك بتكون هي ممكن تكون موجوده عندي داخل الكنترول سيجنال. الان غير هيك عملية السويتشينج هي the same. إذا أنا عندي الفي كنترول أعلى من الفي تراي، هنا الفي كنترول. إذا أنا عندي الفي كنترول بدنا إحنا الأوتبوت فولتج بين الـ A والـ O هذه النوت. إذا كان أنا عندي الفي كنترول أعلى من الفي تراي، أبر السويتش هو اللي حيكون شغال تي A بلس. TA plus on كم الاوتبوت فولتج؟ لو اخذنا الكي في ال من نقطة هاي لنقطة هاي بيطلع لنا الاوتبوت فولتج، الفولتج اللي على الكابستر في دي على 2، في دي على 2 يكون هون عندنا اوتبوت فولتج ايكوال في دي على 2. هلا مباشرة حتيجي الانترفال بعدين حيصير عندنا قيمة الفي كنترول
اقل من الفي ترايل. فمين حيشتغل عندي؟ حيشتغل عندي تي اي ماينس، يعني وكانهم بيشتغلوا عندي كومبلمنتري. هذا بنسميه انه انا الجيتنج سيجنال اذا شغل بشغل التي اي بلس بكون التي اي ماينس اوف، اذا شغلت التي اي ماينس بكون عندي التي اي بلس اوف. فهون بيشتغل عندي التي اي ماينس، اذا اشتغل عندي التي اي ماينس انا بصير عندي الباث من خلال الكبستر اللي من تحت بنطينا في دي على 2، بصير عندنا قيمه الاوت بوت ماينس بس في دي على 2. هلا عشان يشتغل معي انا الانفرتر هذا بشكل مناسب لازم يكون عندي قيمه الكبستر تو كبستر متساويين وقيمه المعامل ما كبيره، عشان بالفلو تاع الكانت ما يصير لهم يعني ديبلي ديسشارج ينزل الفولتج تبعها. هلا فانا بصير في تناوب عندي ما بين شغل التي اي بلس والتي اي ماينس، تي اي بلس تي اي ماينس، بصير عندي انا الاوت فولتج عم يعمل فلكتشويشن، عم بيعمل سويتشنج بين الفي دي بلس على 2 والفي دي والماينس في دي على 2، بلس في دي على 2 وماينس في دي على 2، بلس في دي على 2 وماينس في دي على 2. هلا اذا انا الان هي شبيهه انا عندي الفاندمنتال كومبوننت، لو عملت فورير اناليسيس الفاندمنتال كومبوننت هتكون هي شبيهه بالكنترول سيجنال اللي حصلته هون، بس الاختلاف انه انا عملت امبليفيكيشن للفولتج، عملت امبليفيكيشن للباور، حصلت انا على في دي على 2 وماينس في دي على 2، في دي على 2 وماينس في دي على 2. فالان الفاندمنتال كومبوننت هي اللي تعطيني قيمه ال في كنترول، هي اللي حتحدد لي الفاندمنتال كومبوننت اللي حتنشأ عندي داخل السويتش او داخل الاوتبوت. الاوتبوت يعني لو انا جبت سكوب بس الاوتبوت فولتج بين الفي اي او هو حيكون عباره عن سويتشنج، حتكون عباره عن بلسز الود تبعها متغير عم بتروح بين الفي دي على 2 والماينس في دي على 2. الانفلوب او خلينا نحكي الفورير اناليسيس الفاندمنتال كومبوننت للبلس موديليشن هو له الفريكوانسي ذا سيم اس ذا كنترول سيجنال. اذا شغلت الكنترول سيجنال على 50 هرتز بحصل 50 هرتز، شغلت الكنترول سيجنال على 60 هرتز 100 هرتز بحصل على 100 هرتز. نرجع لهي الرسمه نحكي عن الهارمونكس اللي بيطلعوا لنا بعد ما نتعرف على بعض انواع الكالكوليشن. حنعرف بعض التعريف او بعض نعمل ديفينيشن لبعض المعلومات. في عندنا المودوليشن اندكس، المودوليشن اندكس هو الريشيو ما بين البيك للكنترول سيجنال والتريانجولر ويف فورم. نحكينا الامبليتيود بنهايه المطاف الامبليتيود الفاندمنتال كومبوننت هي حتعتمد على النسبه ما بين الفي كنترول الفي كنترول الفي تراي. هاي الفي كنترول هي الساين ويف اللي انا عملت لها جينيريشن داخل الكنترول سيجنال، وهي هي اللي بتكون على اوميجا تي تقريبا لها امبليتيود، وهي هي الكارير. فالريشيو ما بيناتهم بنسميها طبعا البيك نسميها ام اي موديليشن اندكس. موديليشن اندكس في عندنا كمان شيء اخر بنسميه فريكوانسي موديليشن. الفريكوانسي موديليشن الام اف هو الريشيو ما بين السويتشنج فريكوانسي اللي هو الفريكوانسي تاع الفريكوانسي تاع الترايانجولر ويف فورم والفاندمنتال كومبوننت هو الفريكوانسي تاع الكنترول سيجنال تاع الفي كنترول. هذا بنسميه ام اف، هذا بنسميه ام اف. فبطبيعه الحال بالسويتشنج اللي احنا كان موجود عندنا كانت اذا كانت عندنا قيمه الفي كنترول اكبر من الفي تراي فكان عندنا الابر سويتش هو اللي شغال بيطلع لان الاوت فولتج هو الفي. اذا كانت عندنا الفي كنترول اقل من الفي تراي كانت البوتوم سويتش هو اللي شغال تي اي ماينس هو اللي شغال بيطلع لنا الفي اي او هو ايكوال ماينس 1 او ماينس في دي على 2. فالاوت فولتج هو هيعمل فلكتشويشن زي ما حكينا بين الفي دي على 2 والماينس في دي على 2. فبالتالي لو عملنا الفورير اناليسيس، انا ما هعمل فورير اناليسيس، لو عملنا الفورير اناليسيس البيك امبليتيود للام اي للفي اوتبوت واخذنا الفاندمنتال كومبوننت اللي هي الفريكونسي اللي انا بدي اياها حتكون ام اي في الفي دي على 2، هي الريشيو ما بين الفي كنترول والفي تراي مطلوب باي الفي دي على 2. طبعا على فرض انه عندنا الفي كنترول هي عباره عن
بيك في ساين أوميغا 1 تي هو الفاندمنتال فريكوانسي الموجود عندنا. الفاندمنتال فريكوانسي الموجود عندنا هلا الهارمونكس اللي حيظهروا عندنا وعمل الفورير أناليسيس حيظهر عندنا هارمونكس. هذول الهارمونكس كيف حيظهروا على فريكوانسي على مضاعفات السويتشينج فريكوانسي. هم بيظهروا على مضاعفات السويتشينج فريكوانسي بس كمان بيظهروا هم حول مضاعفات السويتشينج فريكوانسي as a side band نسمي. يعني بكون في عندنا عند السويتشينج فريكوانسي هارمونكس وعلى الفريكوانسي اللي أعلى من السويتشينج فريكوانسي وأقل من السويتشينج فريكوانسي بيكون في عندنا هارمونكس. فكيف حيكون عندنا الهارمونكس على مضاعفات الهارمونكس حيكون عندنا لهم معادلة هي بتكون J في MF بلس ماينس K وال H هي إيكول J MF بلس K. هلا أنا حفهمك بطريقة ثانية. هلا كيف حيكونوا هم الهارمونكس الموجودين عندي؟ الهارمونكس حيكونوا موجودين عندي على فور طبعا فور J الهارمونكس حيكونوا عندنا على الـ even values of k وعند الـ even value of j حيكون عندنا الهارمونكس only at the odd value of k. الهارمونكس اللي مظهروا عندنا خلينا نرجع على الرسمة حنوضحها عن طريق رسمة أسهل طريقة. الهارمونكس بيظهروا عندنا عند مضاعفات switching frequency. هلا في السنجل فيز والثري فيز نختار دائما الام اف نحاول نختارها اود الريشيو ما بين السويتشنج فريكوانسي والكنترول سيجنال ناخذها اود. هلا الهارمونكس بيظهروا عندي ات اود نمبرز ات اود اندكس فانا عندي الام اف اود هون عندي الام اف حتكون اود مش هيك مثلا 21 multiplied by 60 هرتز مثلا هاي نفرض انها 21 هلا هو بيظهر كمان as a side band يعني عاد عند 21 multiplied by fundamental component في عندي harmonics وحيوال 21 كمان انا عندي في harmonics طبعا على مضاعفات switching frequency. فانا شوف عندي انا odd number على يمين وعلى شمال الهارمونكس الموجود عندي الام اف ان انا مثلا لو كان عندي الام اف هي 21 multiplied by 60 هرتز او 21 multiplied by 50 هرتز اني اخذ ال 19 و 23 عشان كان جمعت اثنين. فهي هون الاوردر تبعها حيكون ام اف بلس 2 هون حيكون عندنا ام اف ماينس 2 ماينس 2 يعني انا عندي هون عند 23 بكون في عندي هارمونكس وعند ال 19 حيكون في عندي هارمونكس كمان لو زدت كمان 2 عند 25 بيكون odd عند 17 حيكون odd. هلا لو اخذت السكند هارمونكس 2MF ال2MF كم حتكون 42 هلا ال42 even فهي ما حيكون في عندها هارمونكس بس ال42 في حولها odd صح. لو انا زدت واحد بصير عندنا 43 لو قللت انا واحد بحصل على 41 هذول عليهم هارمونكس صح ولا لا؟ لو زدت كمان 2 بحصل على 45 وقللت 2 كمان بحصل على 39 هذول عليهم هارمونكس. فهيك معنى انه سايد باند. هلا يوم اروح انا عند 35 سوري 3MF هذا حيكون اود فحيكون في عندي هارمونكس حيكون عندي على السايد باندد الأود اللي حول الثري 6. أنا عندي الفوري 2 كانها إيذي ما عندي بس أنا الأود اللي حول الفوري 2 حيكون فيه عليها هارمونكس حيكون فيه عليها هارمونكس فهيكم ما حيكون هذا بنسميه سايد باند. هلا كيف حنحسبهم الهارمونكس الموجودين عندنا في تابل كيف حنحسبهم في تابل في تابل هذا التابل التابل بعطينا الريشيو ما بين ال VA OH وال VD على 2 يعني الآن بدي أجيب
at some modulation index ناخذ نفرض عندنا المودوليشن اندكس 0.6 في سيستم عندنا الريشيو ما بين الفي كونترول وال 0.6 الفاندمنتال حتكون 0.6 ملتبلايد باي الفي دي على 2. طب الان الهارمونكس الموجوده ات الام اف اللي هي حتكون قد عند الام اف كم حتكون قيمه الهارمونكس؟ حتكون 1.006 ملتبلايد باي الفي دي على 2 بس هيك بنقرا من التابل. طب الحيوله الام اف اللي هو الام اف بلس ماينس 2 الام اف بلس ماينس 2 لو كانت الام اف 21 بكون عندي 21 الاوردر تاع الهارمونكس عند ال 20 3 و20 و19 حتكون قيمتها 0.131. هلا عند الام اف بلس ماينس 4 حتكون قيمتها كثير صغيره عشان هيك ما ظهروا عندي بالتابل. ظهرت عند المودوليشن اندكس 1 ظهرت عند المودوليشن اندكس 1. هلا عند السكند عند 2 mf يوم اضرب ال 2 mf مضاعفات السويتشنج فريكوانسي باثنين عند الفوري 2 مثلا فوري 2 اي في ما حيكون عليها بس حيكون عند الحيوله عند الحيوله عند الفوري 3 والفوري 1 كل قيمتها 0.37 ملتبلايد باي ال في دي على 2. عند الفوري 5 وال 39 هي 2 mf بلس ماينس 3 حتكون 0.71 حتكون صغيره. الهارمونكس كل ما عند المضاعفات السويتشنج فريكونسي عند الام اف مضاعفات الام اف طبعا الاود حيكون في عندنا قيمه والسايد باند عندنا عم بتقل الفولتج تبعها فالاود هارمونكس بريزنت والايفن هارمونكس تكون مش موجوده. هلا اذا اخذت ال VAN عند النورمال عشان نوضح لكم ليش اخذنا عند ال VAO اذا انا اخذت لعند ال VAN من النقطه هذه للنقطه هاي كاوتبوت فولتج والاختلاف ما بين هذا الويف فورم والويف فورم لو انا اخذت ال VAN هو الدي سي شيفت بكون انا عندي الاكسس هون زيرو هون زيرو بكون هون زيرو وبحصل على VAO بلس ال VDI 2 بلس الفي دي على 2 بيكون فيها دي سي شيفت عشان هيك احنا اخذنا السنترد كاباستر وخذنا الفي اي او عشان نتخلص من الدي سي ما يكون في عندنا دي سي على اللود الان المثال هذا بناخذ المحاضره القادمه ناخذ مثال ونكمل بانواع السويتشنج سكيم. هذا عنده سؤال محاضرة اليوم؟